الزرع عمره ايه ده بتاع. اهو. لا بس 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 خلاص معلش يا جماعه، محمود زعلان يا شباب علشان خاطر طبعا يا شباب اتفرجتوا امبارح على الفيديو بتاع رحلته الجميله اللطيفه اللي هو توهنا فيها في الصحراء يا شباب، وكان زعلان وعمال يقول لي يا عبد احنا توهنا في الصحراء وقطع الطرق طلعوا علينا وبهدلونا. قلت له ما تزعلش يا محمود، النهارده يا محمود احنا هنصلح كل دوت. طيبت على خاطره، سرحت له شعره وبوست من خدوده وشنتفت له شنبه وعملت له لايك كمان. فالله يا شباب كله كمان ينزل ويعمل لايك، وكمان لبست تيشرت بنفسجي زي اللي هو لابسه في الفيديو يا محمود. انت هو مش شايفني بس هو ما يعرفش ان انا لبست تيشرت بنفسجي كمان عشان اراضيك. شايفني؟ اه شايفك. خلصانه يا عم. دلوقتي يا شباب اهم حاجه علشان نراضي محمود نعمل لايك للمقطع دوت. ويلا ده بص يعني بتطلع بره ازاي. لا انت بيعمل فيل اللي انا كنت بعمله فيه. ايه ده بيعمل فيل؟ الله شوكولاته بس. الحمد لله مش زهرالي، الحمد لله مش زهرالي. تعال على العربيه، تعال تعال يلا على العربيه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا وهنبتدي يا شباب مقطع النهارده اهوت. الله ده العربيه دي شكلها حلو. يلا محمود بص الفرش اللي جوه. الله الله يا محمود. يلا بص جميل. بص إيه؟ انا اهم حاجه عندي كل حاجه نحطها في الشنطه، يعني مثلا زي الكشاف. احنا ناخد الحاجات دي بس في الشنطه ونتكل على الله على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. شنطتها ضيقه قوي يا محمود، العربيه دي شنطتها وحشه قوي. يا ساتر يا رب. ناخد البندقيه. انت عرفت تستخدم البندقيه صح؟ عيب عليك. فين يا اسطى الطلق؟ الطلق بتاع البندقيه دي، دي علبه الطلق دي. بس لا دي مش علبه الطلق. ايه الصندوق ده؟ صندوق العده؟ ايه ده؟ ايه ده يا محمود يالا؟ يا ده عبد العزيز. ايه يالا في ايه يالا؟ ايه ده؟ يا عم امتى؟ ايه اللي انت بتعمله؟ هو انا لو حطيت دي اوز ولا حطيت دي في تانك البنزين يا اسطى اللي بالي بالك؟ لا 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 ما تهزرش ما تهزرش احسن، العربيه فرقع فينا يا اسطى. بص انت بس هنا، بص البتاع اللي لازق في البتاع ده شايفها؟ ده الشنطه اللي في ايدي دي. استنى يالا ده في تليفون هنا. تليفون. الو الو يلا يا عبد عشان نتكل على الله. طب الشنطه دي عايز اشيلها هنا من هنا. استنى خلاص حطها هنا. في شنطه بره اهي يا اسطى، شنطه عده مش شايفها؟ دي ايدي دي بس خدتها معايا. اخدتها ازاي معايا؟ دي كرتونه فاضي في الانفنتوري. دي كرتونه فاضي. وانت احنا عندنا انفنتوري وانا معرفش. والله ازاي يا جدع يا اسطى؟ انا لقيت شكمان بيشتغل ازاي ده؟ روتيت. وريني فين اهو. ده نفس البتاع بتاع المره اللي فاتت. ده موتور بس. موتور موتور ايه يا عم؟ موتور ايه يا عم؟ والله موتور اهو يا عم، منافيل اهي. استنى يعني في مكنه جنبنا؟ في مكنه. ده موتور مكنه. يلا الحمام اهو، يلا الحمام اهو، تعالى الحق. اي المكنه اهي. أيوة. والله لركب مكنه، والله لركب. أيوة. مكنه المكنه. سيبك من العربيه. ليتس جو ليتس جو. وسع لي كده. استنى هات المطاعات الكاوتشات، هات لي كاوتشات جوه رفيعه كده. ايوه في اطارات رفيعه هنا يا اسطى. استنى كده تعال. بيب 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 بيب. مكنه. استنى هي ناقصه كاوتش قدام بس. لا دي ناقصه كل حاجه يا اسطى، دي ناقصه كل حاجه يا اسطى. طب دي ايه بس احط ده؟ ركب. ركبت الموتور. والله كفو والله كفو. محمود الحق معايا. انا محمود، انا محمود محمود، انا في الحمام. إيه؟ محمود تعال بص. اتفضل يا محمود اتفضل اتفضل. مش عايزها. بتعمل ايه انت؟ ايه اللي اديتوني ده؟ خش يا محمود، اقعد يا محمود. خش دورك، خش خش جوه بالليل. لا انا بقى بعمل كده. خش بس اقعد، بس اقعد يا ابن اقعد. ايه ده؟ عايز ايه؟ ايه ده؟ بالايه 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 بس. ساعتي يجي فيه يا محمود ده. الله يقرفك يا شيخ، الله يقرفك. شفت اللي جوه؟ شفت؟ استنى ايه ده؟ ايه الازازه دي؟ احطها هنا يا عم الدرع يا عم. ايه بتطور منافله؟ مش عايز تدور. خليك اجيب لك جنط. استنى هي ناقصه جنط، في جنط مكنه اهو كنت شايفه هنا. تعالى. ماشي بس الجنط من غير من غير طاير ما ينفعش يا باشا. عيب عليك، في مخزن تحت اهو. استنى في اهو الكاوتش اهو، والله الكاوتش والجنط الاصلي. استنى الجنط اهو والكاوتش فوق، انا شايفه. تعالى ليتس جو. طب فين التاني؟ اهو جنب العربيه، جنب كمان. العربيه جنب العربيه. الكاوتش جنب العربيه. تعالى كده ماشي يا ابني. الكاوتش معانا، عايزين الجنط زي اللي معاك الحديد ده واحد كمان. طب ده هيركب اصلا؟ ركب 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 ركب. اوعى اركب عليك الكاوتش. هيركب هيركب بس ده بتاع اللي هو وسع ده. مش شغال مش شغال اخوك. جرب انا هدور لك على الجنط. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا شباب يا ولد
بمشيها لك كده بس انت بس ايه تعالى يا عم. لا 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 في يا اسطى انا لقيت بدال المرايه المكنه وبرميل. لا لا بس عادل المكنه كده خد المرايه بتاعت المكنه ولا دي مرايه العربيه؟ لا دي مرايه الموتوسيكل يا اسطى انا ضيعتها بس لقيتها تاني الحمد لله. خد طب في طاير كمان ناقص كده اللي هو الكفر الحديد ده. في يا باشا في دور فوق يا باشا افتح المخزن اللي فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بير هنا صح؟ ده بير ده. استنى بس كده ما لقيناش حاجه هنا يا اسطى. في كاسات وفي جركن ميه وفي صابونه او ليفه. ايه الحال يا عبد؟ وقعت في البير. انهي بير؟ بير هتلي ورا البيت. الله يسلمك. يخرب بيتك يخرب بيتك جاي تقع في البير. اطلعك ازاي انا دلوقتي؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ اوه انا راكب حاجه بتطير. انا وقعت في البير انا كمان. استنى منزل. انا محمود انا نطيت لك في البير والله. ارمي لك حاجه تطلعك. ارمي لك حاجه تطلعك. هترمي لي ايه يخرب بيتك؟ اصبر بس المنزل من عليه. يخرب بيت اللي يسمع كلام الواد ده. وقعنا انت في البير صح؟ وقعتني في البير. الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك. عايز انزل بس والله. عايز انزل والله. واخليك تركب دلوقتي حاجه اسطوريه. احاول انام وبعد كده ايه ده انت جايب ايه ده؟ لا تنامش. انا بقول لك ما تهزرش يا محمود. هو انت اللي طاير ده؟ انا نمت يا اسطى. انا نمت والليل ليل عندي. ايوه عشان كان الجو ليل. الله يسامحك. استنى انام تاني خلي النهار يطلع صح؟ اي كانت سليب يت. لا محمود انا اتحشرت. اتحشرت يا محمود. اتحشرت. ثواني يا شباب اطلع من هنا وارجع لكم تاني. 2 hours later. كده محمود كده محمود تسيبني في البير 3 سنين قدام. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. انت السبب انت السبب. تعال يا عم على العربيه يا عم. انت هتركب المكنه دي؟ يلا على العربيه. يلا يا عم على العربيه يا عم. حط بس فيها الاساسيات بتاعتنا واتكل على الله على طول. استنى اطلع لك من الجراج اصلا. حاسب كده ماشي. حاسب كده. ما تفتحش حاجه. افتح بس كده. اركب. ايه ده العربيه دي رايقه قوي يا محمود. يلا رايقه قوي العربيه دي. بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شغل يا باشا بعد اذنكم. ما تهزنيش. ما تهزش العربيه. ابعد ابعد. حاضر. بتهز بس كده. مية مية. اجيب لك ضهراء عندك؟ يلا. لا لا زي ما انت. بس سابع دايرة مش مشكلة. يلا هات الحاجة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا جركن بنزين هنا. اهو. الجاز اهو. حاسب. ماشي اخد انا المسدس. مش شغال يا عم. يا عم اهو اهو. موت. اصبر اهو. خلاص خلاص عرفت ان هو شغال. عرفت. مال عليك بس الطل مش فيه ليه؟ لا في عنكبوت هنا. لا متعلق ميت. الحق مسكت عنكبوت. بقول لك ايه عروستها هي خدها معانا ولا خليها؟ نشن عليها نشن عليها. البرميل ده فيه ايه؟ مشروب. علبه زيت. ايه ده حلوه جات. مش بترش دي طبعا صح؟ ايه ده؟ وانا بشرب ايه؟ انا بشرب من برميل ميه. يلا دي بترش العربيه. يلا يا عم الحق. يلا محمود رشتها. بقول لك ايه بقول لك ايه هات كده الزيت والحاجه ويلا بينا. سيبك من بتاع دي سيبك من ده سيبك. هات الكشاف ده عشان النور هيقطع علينا بالليل في الطريق وهيطلع علينا قطعت روح انا متاكد. بسم الله الرحمن الرحيم. اركب يا محمود اركب يا محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا عليك يا رب. فتحت لك الباب. يلا يلا يا ريس. اهو خلع الباب محمود. يلا بيب بيب. نمشي يمين ولا شمال يا محمود؟ تختار ايه؟ يمين يمين يمين. انت يمين بيضرب. بقول لك ايه انت المره اللي فاتت مشيت يمين صح؟ تيجي احنا نمشي شمال؟ يلا بينا. يلا نشوف ايه هيحصل لنا لو مشينا العكس يا شباب. ايه ده ومفيش طريق اصلا. دوس ام كده يا عبدو. مفيش طريق. يا نهار اسود. جت لي الشاشه من فوق يا محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك يا عبدو انزل دقيقه معلش انا جنب دقيقه. ايه ايه نسيت حاجه؟ اه نسيت ايه؟ دقيقة بس نزلني بس بسرعة. انزل انزل انزل. في ايه؟ انزل ضروري. في ايه؟ ساعة الجرح بيها انا ماشي وسايب ورايا دماغي ساعة. خلاص والنبي والنبي خلاص والنبي خلاص. كانت اخر حاجة والله. كانت اخر حاجة في التانك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى الزرار ده بيعمل ايه؟ ده زرار الزيت. يا رب اكون جبت الجركن عشان ما انفخكش. تعمل لي ايدك كده ليه يا اسطى؟ مش ناصر. انا محمود دوس كيو كده. دوس كيو تعال عليا. بص يا شباب بص يا شباب اللي هيحصل. بص 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 بص
السبايدر مان خرب الكده يا جدعان. تعالى ازاي بص يا محمود، بص طلع راسي من السباك. استنى اطلع راسي انا كمان من السباك. بص مجانين الله. يلا بص يلا بص طلع راسك بسرعه كده من السباك يا محمود. طلع راسك من السباك، طلع راسك من السباك يلا. طلع راسك من السباك. الله يا جدعان اتنين مجانين ماشيين على الطريق. اوبا يلا يلا. هو ده بحر يلا اللي على يمنا؟ انا عارف انا روح عليه. لا 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 ده ارض خضراء. ارض خضراء بتاع دي فيها ايه؟ تحط هنا والله حط طلق هنا يا ابن اللعيبه. هتلاقي ده مش طلق يا عم. طلق اهو والله. طلق ده وقع ولا راح؟ هو نفس اللي حصل في المقطع بتاعك، كان مسكته كده راح طار. العربيه ماشيه بسرعه. محمود هنتقلب هنتقلب. محمود مش عارف اسيطر. محمود طيار. لا اصبر انا خليك تسيطر. لا خلاص تمام اوعى تشد هاند بس. انت بتلعب في ايه؟ شغلنا حاجه. انت بتلعب في ايه؟ شغلنا ليه يا ولد؟ خلع العداد يا ابني كده مش هنعرف يا اسطى. انت رميته بجد بره بالله عليك رميته. قول لي لا وادي الراجل. لا لا ما تفككش يا اسطى العربية يا جدعان يا جدعان. الواد ده يا اسطى بالله عليك يا اسطى. يا اسطى سيب لنا اي حاجه في العربيه بس. العربيه ماشيه سبحانه. يلا انا شايف الموتور من عندي اقسم بالله. ادي المرايه دي عليك. شوفني كده شايفني في المرايه؟ شفت المرايه على الفلك المرايه الصباره اللي على الازاز مش شايف منها حاجه. شيلها شيلها شيل الصبارة. دوست على الارنب. احنا بنطير احنا بنطير يا اسطى. محمود اهدى بقى محمود. يا طرد يا اسطى يا مجنون. محمود اهدى بقى محمود بطل هزار بقى. اصبر بقى في والله بقى في الدولار. طب انت شفت الارنب اللي احنا دوسنا عليه؟ شايف الازاز اللي جنبك؟ اه يا خرب بيتك يا ابني. اقفل الباب يا ابني. نوزو بيجيب هوا يا عم. طب شوف الازاز بنزل الازاز اهو. شايف؟ ايوه بتنزل الازاز. شايف شايف انا ماشي يا اسطى على مسرعه بيت. يلا بيت اقسم بالله. اقف يا لف انت فرامل. بس انت فرامل انا حاسب. هو عامل نط من العربيه دي. استنى استنى بيت يلا بيت والله بيت. ده بنزينه يا عبدو. انا نزلت وده بيت اخد. والنبي يا عبدو والنبي تعالى ماشي. اه والنبي يا عبدو والنبي والنبي بعيده والله والله بعيده قوي والله بعيده. في واحد هنا في واحد هناك عبال ما انا اظبطها واستكشفها تكون انت جيت. تريد 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 الله يسامحك. انا اللي خلاني انزل من العربيه. ايه ده؟ نمشي نمشي. الحق يا محمود الحق. بعتت بندقيه. انا جاي لك جري. العربيه جايه لك بظهرها. وقف العربيه. شايف اللي بيجي ورايا؟ يا محمود يا محمود دوسوا. اصبر يا غاب. العربيه العربيه الله يحرق. حاول تركبها ولا دوسوا. اركب معاك البندقية. فانت فين البندقية؟ البندقية فين؟ البندقية فاضية يا باشا. بيجري ورايا انا بيجري ورايا انا. تعالى بقى تعالى بهدده. تعالى يا اسطى العربية مش بعيد يا اسطى. مستحيل نوصل لها مستحيل نوصل لها عشان كانت دايرة. اوه ماي جاد اوه ماي جاد. شكلنا شباب هننتهي هنا يا عم. الراجل اهو يا عم الراجل اهو. في مسدس جوه يا اسطى صح؟ هتلاقي مسدس جوه في البنزين انا متأكد. اكيد يا شباب في مسدسات بتبقى في البنزينة للحماية صح؟ يلا محمود انا جاي لك اهو. في ارنب عملاق هنا ولا ده كونغر شرير؟ ده كونغر شرير. ده ارنب شرير ارنب شرير. ما لقيتش مسدس ما لقيتش اي حاجه. يخرب بيتك. بلاش يا عم الراجل ما فيهوش حاجه يا عم. رجل. بس عنده حاجه جوه هنا. اه ايه بس يا عم انت في ايه؟ مين بيصور؟ بعد عني يا عم. في ايه هنا؟ اه والله زقني في البير. انت عندك راجل غير الراجل اللي عندي؟ ده مات الراجل مات. يلا محمود الراجل مات وانا موت. استنى هنزل لك الارنب. استنى يلا حبيبتك جوه في الحمام هنا. ايه ده ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ ايه الجنان ده يا عم؟ امشي بقى الجنان. اللعبه دي مجنونه قوي يا جدعان. انا اللي عندي مات وانا مات. شفته قدامي ميت. او ماي جاد. او نايمر. او ماي جاد. او معاه جثته كمان اهو. يا حول الله يا رب يا حول الله يا رب. في البيت. هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه جوه هنا بقى؟ في عندهم ايه جوه هنا؟ بص خش شوف المنظر اللي هنا. ايه طب بقول لك ايه؟ تعالى ورايا يا اسطى. تعالى ورايا تعالى ورايا. عايزين الارنب مات. يلا الارنب مات لوحده. انا دوست عليه موتته. الله 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 يلا الله يلا محمود يلا الله يلا ربنا يستر. طب بقول لك ايه؟ تعالى ناخد الراجل ده نبيعه. طيب طب بص يا شباب احنا ممكن في مصباح سحر. يلا معايا يلا فلوس علاء الدين.
اعملوا كده اعملوا كده. حول يا رب. انت بتعمل ايه جوه؟ A few moments later. ده العربية سافرت. محمود محمود تعالى بص لقيت ايه. يلا شايف إيه؟ برج برج مراقبة. نروح عليه. يلا هو العربية كده كده هناك اهي جنبه. طب خش عليه. تفتكر هنقدر نوصل؟ طب بص يا محمود خش. العربية يميننا بتولع هناك ولا مش ولا انا متهيألي ان عربيتنا هي اللي مش بتولع دي ولا ايه؟ انا شايف لا ده عربيتنا عربيتنا يعني الحمد لله يا شباب عربيتنا بتولع وفي برج حراسة هنا. انا هروح اجيب العربية ومحمود يروح على البرج صح كده؟ ماشي. ولا اجيلك بالعربية على البرج ومن فوق البرج اشوف بقى ايه اللي هيحصل لنا. شفتوا بقى يا شباب؟ لا اخرة التهور. انا مشيت وسبته طلع لي زومبي وارنب متوحش. ابص يا شباب محمود ماشي هناك في قلب الصحراء وانا ماشي جوه رحله العربيه. يا اسطى البرج ده يا اسطى في واحد على فكره واقف فوق ما بهزرش. عادي بقى لو مت اجيلك يعني تقلقش. اجيلي ازاي يا ابني؟ يا اسطى انا كل ما اقرب العربيه بتبعد. انا حاسسها بترجع مش عارف ليه. ايوه العربيه يا جدعان بتشتغلنا والله بتشتغلنا بترجع يا محمود. شايف لا خلاص كده مفيش عربيات تاني يا محمود. لقيت حاجه في البرج فاضي في سلم اطلع فوق. بطلع اطلع ده هروح اقتله دلوقتي فوق البرج عشان اخلص منه. في مسدس بالله بس اقسم بالله احذفولي بسرعه محمود اروح انتقم من الراجل ده. احذفولي احذفه الراجل. انت عايز تحكم عليا؟ لا احذفه احذفه بس احذفه. هوريني وريني شغال شغال. ايه يا محمود هتعمل ايه يا محمود؟ انا صاحبك محمود محمود. استنى بس ما تقلقش فاضي بص يا مجنون يا مجنون. هات يلا هات المسدس ده هات المسدس ده. بقول لك ايه خد هات 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 خد ده في ما فيهوش طلقه. دوس تابع عشان لا في طلقايه طلقايه واحده. ده ما بيضربش يا عم. في طلقايه واحده والله. والله ما بيضرب. استنى دوس ار والله. لا لا ما فيهوش ما فيهوش والله ما بيضربش. طب ارمي 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 اف. مش عايز ارميه والله يا اخي غير لما اضربه في نافوخك. هاتوا كده ما تقوليش شغال. هو كان فيه والله في طلقات. طب اضربها فيه وريني اهو. ازرع عمرو كده بتاع أو. لا طلع بيشتغلني. وبكده يا شباب خلصت حلقه النهارده. رب تكونوا انبسطتوا واستمتعتم بيها. اشوفكم الحلقه الجايه. واهم حاجه يا شباب تتاكدوا ان انتوا شفتوا الحلقه الاولانيه بتاعه لعبه اللعبه اللي ملهاش اسم ديت يا شباب عند الواد محمود. وشوفكم الفيديو الجاي. وسلاموز سلاموز بالقشطة والمانجا والموز